السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله الفيديو ده خاص بالمرأة الحامل، هقول فيه 7 رؤى أو 7 أحلام بيكونوا إن شاء الله دليل من الله عز وجل وبشرة خير ليها إن مولودها هيكون ذكر، هتجيب ولد بإذن الله تبارك وتعالى. في ستات كتير طبعا بيكون نفسهم يجيبوا ولد، وفي ستات كتير بيكون نفسهم يجيبوا بنت. يا رب يرزق كل واحد باللي نفسه فيه، وطبعا كل اللي بيجيبه ربنا كويس. لو الفيديو افادكم فضلا وليس امرا ادعموني بلايك كتير وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي عندها اي رؤيه عايزه تفسرها او اي حلم اشتركي في القناه واكتبي لي في كومنت الرؤيه اللي انت عايزه تفسريها، وانا هرد عليكي او هعمل لك فيديو مخصوص عشان يكون توضيحي ليكي اكتر. يلا بينا نقول الاحلام او الرؤى عشان ما اطولش عليكم. اول رؤيه معايا ممكن المراه الحامل تشوفها في منامها، وباذن الله تكون اشاره ليها ان هي هتجيب ولد، هي رؤيه اكل لحم الابل. لما تشوفي في منامك وانت حامل ان انت بتاكلي لحم الابل اللي هو لحم الجمل، يعني شرط تكون بتاكليه مش تكوني شايفاه بس تكوني بتاكليه، باذن الله دليل من الله عز وجل على انك هتنجبي ذكر باذن الله. رقم 2 وهي رؤيه اللحم المشوي، رؤية اللحم المشوي في المنام بإذن الله برضو دليل من الله عز وجل على إن مولودك هيكون ذكر. رقم 3 جماعة هيكون رؤية عن الفواكه، لما تشوفي التفاح والخوخ في المنام بإذن الله برضو دليل من الله عز وجل إنك هتنجبي ذكر. مش شرط يكون الخوخ والتفاح مع بعضهم، لا ممكن تشوفي الخوخ بس أو التفاح بس، بإذن الله برضو هيكون التفسير بتاعها إنك هتجيبي ولد بإذن الله، والله أعلى وأعلم. رابع رؤية معايا يا جماعة وهي رؤية الألم، رؤية الألم في المنام بإذن الله برضو معناها إنك هتجيبي ولد. خامس رؤية معايا هتستغربي لها شوية، وهي رؤية دفن الشهيد. ممكن تكوني قايمة من الحلم مفجوعة وخايفة، يعني الرؤية دي شفتها ليه دلوقتي وأنا حامل؟ لا هي رؤية جميلة على فكرة، وكمان تفسيرها بإذن الله إن أنت هتنجبي ولد، والله أعلى وأعلم. رقم 6 معايا وهي رؤية التاج الذهبي، لما تشوفي في منامك تاج ذهب، تاج ذهبي كده شكله حلو كده، تاج كده شكله يعني ذهب كده وشكله قيم كده شكله حلو، باذن الله دليل من الله عز وجل على انك هتنجبي هتجيبي يعني ولد باذن الله تبارك وتعالى. سابع رؤيه معايا وهي رؤيه الحبر الازرق، لما تشوفي حبر لونه ازرق في المنام باذن الله تبارك وتعالى برضو تفسير الرؤيه دي ان انت هتجيبي ولد، والله اعلى واعلم. يا رب يكون الفيديو افادكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.